بإجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا، باشرت صحة الأنبار بأعمالها الوقائية من خلال وضع لجان طبية مختصة في مداخل المدن لفحص الوافدين إلى المحافظة، ترافقها بث حملات توعوية للمواطنين لمنع انتشار الفيروس المستجد. بدأنا العمل هذا اليوم، نشرنا المفارز مع سيارات إسعاف وسيارات متنقلة وموقع المفرزة الطبية في مفرزة دخول بغداد فلوجة، هي سيطرة الصقور، ومفرزة موجودة في سيطرة التحدي على الطريق القديم بين بغداد وفلوجة، مفارز في القرمة في سيطرة 30، في سيطرة الإمام إبراهيم بن علي، وفي سيطرة الشيخ عامر، وأيضا مفرزة على جزر بزيابز دخول بغداد عاملية الفلوجة، ومفرزة أيضا بين مدخل كربلاء النخيب. هذه المفارز وجدت صداها عند أبناء الأنبار الذين طالبوا بوضع لجان رقابية لمحاسبة أصحاب الصيدليات بعد أن قاموا برفع أسعار الكمامات، فضلا عن الدعوة لزيادة المبادرات التي تساهم بالحد من تفشي كورونا. انه صار ارتفاع باسعار الكمامات، يعني ليش هذا الجشع؟ يعني ليش انه ما يرحمون المواطن؟ ليش يعني دائما ياذون المواطن؟ والكمامات بالاسعار هاي بخمسة أنا ما أخذها، ليش واحد يشتري؟ بس يقولون يبيعوها بسبعة وأكو غالية، بس الصيدليات زينة، أكو ناس ده تعطيها بلاش لوجه الله. مع تصاعد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد في عموم بلدان العالم ومحافظات العراق، لا بد من تجديد الإجراءات في الأنبار ورفع مستوى التوعية لدى المواطن لمنع هذا الفيروس من الانتشار ومحاربته بشتى الوسائل قبل فوات الأوان. من الأنبار، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.